وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل أرسل مقطعا أيها الكرام الفضلاء، وهذا المقطع في قرابة دقيقة وإحدى وعشرين ثانية يتكلم فيه صاحبه جزاه الله خير على من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم قال هذه لا تقال إلا على الظلم إلى غير ذلك. نقول لا شك أن هذا الكلام كلام غير صحيح، هذا الكلام كلام غير صحيح. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أيها الكرام الفضلاء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه واحدة. الأمر الثاني لما نأتي نتأمل في فهم القرآن نأتي ونرى قول ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، إيه معنى حسبنا؟ يعني كافينا، فمعناها الله عز وجل يكفيك الشر والضر من القريب والبعيد ومن الظالم ومن غير الظالم، فليس شرطا أن تقال فقط على الظلمة، لأن الله ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم في علم أصول الفقه، يدخل فيها كل أحد. ومن يتوكل، وهنا الفعل مضارع ملزوم لأنه طبعا وقع في فعل الشرط، على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، فننتبه لهذا. طيب، ونعم الوكيل، هذا إثبات اسم الله الوكيل، يعني ونعم الوكيل لمن وكل حاجته إليه وتوكل في قضائه عليه، وهذا يدخل فيها كل شيء. لو أنا رايح أقول مثلا حسبي الله ونعم الوكيل على الموظف، حسبي الله ونعم الوكيل على فلان على كذا، يعني يا رب أنت كافيني ما يصدر منه، وإني وكلتك في قضاء حاجتي، وإني وكلتك في قضاء حتى قلت حسبي الله عليك يا زوجتي، حسبي الله عليك يا ولدي. ليس شرط أنك أنت هذا تريد فيه الضر وتريد فيه، لكن بتقول يعني الله يكفيني منك ما يهمني وما يغمني، وأيضا وكلته في أن يقضي حاجتي منك. ولذلك إخوان فهم القرآن يجعلك تعرف اللفظ متى تقولها ومتى لا تقولها. طيب، إيش فوائد هذا الدعاء الجميل؟ إيش فوائده؟ فوائده خمسة فوائد. فانقلبوا بنعمة من الله، أول حاجة تنقلب بنعمة من الله عز وجل، أمور كلها في خير وفضل، والفضل هو الزيادة. لم يمسسهم سوء، لا يأتيك أي سوء لا من قريب ولا من بعيد. واتبعوا رضوان الله، أنك أنت اتبعت رضوان الله عز وجل بأنك أنت آمنت بأسمائه وصفاته، والله ذو فضل عظيم. هذه هي الخامسة. ولذلك يقول السلف كلاما جميلا، الجنيد يقول سبحان الله، يقول: التوكل هو سكون القلب إلى موعود الله عز وجل. وقال بعضهم: التوكل هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. وقال: والتوكل أن يوقن العبد بكفاية الله عز وجل له. ومتى كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل تبارك وتعالى. ولذلك لما قالها إبراهيم الله عز وجل ماذا قال؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما قالها النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه البركات وهذه الفضائل، فلا بأس أن تقال هذه الكلمة ولا حرج فيها أيضا ولا يضر فيها أي شيء أبدا. وينبغي للإخوة الفضلاء الكرام جزاهم الله خير يعني ألا نحجر على الناس واسعا، ولا نتكلم على الله عز وجل بغير علم. ولذلك انظر إلى قول ربنا عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله يعني يا رب كافيني، وهو يتوكل عليه مين؟ يتوكل عليه
للمتوكلون. وانظر إلى آخر آية في سورة التوبة التي لم توجد إلا عند صحابي واحد، سبحان الله، خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل الله النبي شهادته بشهادة رجلين، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهل هذول الصحابة اللي ربنا عز وجل لما قال فيهم في المؤمن الرؤوف الرحيم هل كانوا أعداء؟ ومع ذلك جاءت الآية فإن تولى فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهذه كلمة نعم تخرج مخرج الدعاء وبينا معانيها، ولا ضر فيها أبدا ولا شر فيها أبدا، بل كلها خير وبر وبركة. وصلى الله عليه محمد. وأيضا قبل ما أنتهي من هذا الكلام أيها الكرام الفضلاء، أرجع وأقول إن كل ما يفعله الناس الآن أيها الكرام الفضلاء أنك تجد أنهم يأخذون ويرصفون من المنتديات إلى هنا وهناك، ثم يجعلونه أيها الكرام الفضلاء في مثل هذه التسجيلات وينشرونه هنا 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 وهناك. ولذلك من تتمة الفائدة أيها الكرام الفضلاء الذي أقوله لكم في هذا المعنى الجميل قبل ما ننتهي، النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي سعيد الخدري قال كيف أنعم، يعني كيف أن يهنأ لي بال وصاحب القرن اللي هو إسرافيل قد التقم القرن واستمع الإذن، يعني ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه فينفخ، فكأن ذلك ثقل على الصحابة فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يا سلام، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. ومن الكلام الجميل أيضا في الوابل الصيب عند ابن القيم قال في الذكر عند لقيل عدو من يخاف سلطانا وغيره. وإذن ويستفاد مما سبق اللي احنا ذكرناه أن يقال في مواجهة المسلم الظالم، المسلم إذا واجه الظالم وليس فقط الكافر كما يمكن أن يلجأ إليه إذا كان الإنسان مهموما أو مكروبا أو خائفا بسبب تعدي أحد المسلمين عليه. فلذلك يا أخواني لا ينبغي أن نتكلم عن الله عز وجل بغير علم. وخذ هذا الحديث أيضا، هذا الحديث اللي هو عند أبي داود عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن وجه الدلالة فيه أيها الكرام الفضلاء أن الإنسان إذا أهمه أمر أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فلا ضر في ذلك. وأيضا حديث آخر وإن كان فيه ضعف نذكره هنا بالاستئناس عن أبي هريرة يقول إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا كله يدل على أنه لا بأس بهذه الكلمة، وهي من أعظم الأدعية ومن أعلاها مرتبة وأصدقها لهجة، لأنها زي ما قلنا تتضمن حقيقة التوكل على الله عز وجل وصدق اللج إليه تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يكفيك الشر ويكفيك الأعداء ويكفيك هموم الدنيا وأنكادها ويكفيك كل موقف. إنك أنت تقول هذه الكلمة لا ضر فيه، لو في أي موقف مر عليك قلت هالكلمة ما في عليك أي ضر ولا عليك أي شر. ولا ينبغي أن نحجر على الناس ما جعله الله عز وجل لهم بابا عظيما من باب الدعاء ومن باب الخير ومن باب البر. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.